السلام عليكم خويا. واحد الموتور نتاعي كنت داير واحد الدار سرق ليا نهار السبت مع مع 6:18 للدقيقه ديال اول البارح. مشى ليا الموتور محضر الدار. هي هذيك فاش خرجت باش نشوف الموتور ديالي ما لقيتوش. فاش رجعنا الكاميرا وداك الشيء لقينا السيد دايرين الكاسك، هما جوج الناس دايرين راكبين جوج على الموتور، دخلوا لنا في الدرب بعدا ولا داز عاوتاني في الدرب من الجهه الاخرى. هي هذيك فاش رجعنا الكاميرا لقينا بان السيد جر لي الموتور لور ومشاو، وجوجهم دايرين الكاسك. قلبت بحال ما خليت حتى شي قنص اللي ما قلبتوش هنا في الحي. سولت الدراري الصغار وكنت فاجئ بواحد السؤال حتى العشيه مع داك جوي داك تسعود، قالوا لي بان الموتور ديالك راه كان يعني وضعوه في السكه في هاد الحفره اللي هنا اللي تحت. من بعد جاولو بالطريب بورتو وهزوه ومشاو لملوك يعني مسورت. ما هذيك هي اللي هزوه من اللور وجروه. ما خويا الناس هو دار بحال الوضعيه ديالو بان انا هو من الموتور. الناس شافوا الناس في الحي، ولكن قالوا هي انا وقيلا عندي الموتور اون بان وطرطقلو اللوفي ديالو. هذا الشيء اللي كاين. الهضره اللي تيرا جات تقول لي زعما اني واش كتشك في شي واحد ولا انا ما عندي فين نشك وما عنديش شي اعداء، زعما انا انسان مسالم. واللي بقى هي المشكل ديال فاش رجعنا الكاميرا لقينا تيتوشي الباب، يعني كيتوشي الباب. هاد السيد القادر يطلع لنا حتى للدار ويخلق لنا مشاكل. كيتوشي الباب يعني كيحل الباب ديال دارنا، تيحلها ويسدها تيحلها ويسدها. هادشي انا اللي بقى فيا الحال. مثلا الموتور نقولو يخلف الله، كيتحل كيتاكد بان واش شي واحد هابط من الفوق او لا. يعني هذا شفار احترافي ودار في الحي وهندس مزيان من هنا ومن هنا، تاتامن عليه. وخرجوا شي دراري صغار بان راه كيشوف الموتور بان راه كيتجر، ولكن قالوا هي انا